اكيد لك للفريقين، لكن لم يأتي الهدف الاول. اوه اتى الهدف الاول، هو ستانكوفيتش مع بداية المباراة. حكم المباراة احتسب عليه الخطأ، والان مع نهاية الشوط الاول ستانكوفيتش يفاجئ الجميع بتسديده عن بعد ويسجل الهدف الاول في المباراة. ستانكوفيتش راح يحلي المباراة لنا كلنا الان، يحليها للانتر، لان هدف غالي وثمين قد يؤدي في نهاية القصة الى التأهل. لاحظ عن بعد، لاحظ عن بعد الدولي الصربي ستانكوفيتش، وقذيفة قوية لفت وسكنت، هي لبست لحظه، لفت 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 وصلت وعبرت، وكان الهدف الاول في المباراه للفريق الزائر مع